بمناسبة ذكرى 44 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة تحتفل جمعية بان البساط بعاشورة وقافلة عاشورة إن شاء الله بليل عاشورة وقافلة عاشورة اللي إن شاء الله غادي تبتدي من مراكش وغادي تنتهي إن شاء الله في 6 نوفمبر في مدينة العيون حيث سيتم الاحتفال الكبير بالمسيرة الخضراء المظفرة. أما فيما يخص ليلة عاشورة فهاد الليلة عظيمة عند الله عظيمة عند المغاربة والمراكشيين كحالة خاصة حيت هما اللي يحتفلوا بهاد الليلة هادي بالقوة الدقة اللي غابوا غاب على المدينة ولكن حنا الحمد لله بقينا مشكوتين وشادين في التراث باش ما يضيع. كنا كنديرو ماشي في هاد الليلة كنديرو في الليلة بالتدفق ولكن هذا العام الجمعية ازدادت على الاستمرارية تاع هاد الليلة وهاد القافلة اللي غادي تبتدي من هاد العام غادي كل عام إن شاء الله هادي لا ديسيون الأولى تاع هاد القافلة وتنطلبو الله العلي القدير أنه يعاوننا السلطات كلها الحمد لله راه معاونة معنا من الوالي معاونة معنا من الوالي معاونة مع الوالي معاون معنا أعضاء المجلس السلطة سلطة الأمن قوات المساعدة رجال المطافي كل شيء الحمد لله واقف معنا كل شيء خدام سيدنا خدامين معنا وتنطلب منهم الشكر الجزيل على هذا الاحتفالات اللي التفتوا لنا وعاونونا في هذا التنظيم تاع هذا الاحتفال الكبير اللي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة وحنا نشجعوا جميع الفنانين التراثيين الشعبيين باش يكونوا معنا في هذه الليلة العظيمة وتنطلبوا من الله العلي القدير يعيننا ويعاوننا على هذه القافلة باش نوصلوها إن شاء الله حتى لمدينة العيون ونفرحوا سيدنا ونفرحوا خدنا المغاربة في الصحراء اللي تفتقدونا وتنفتقدوهم نمشيو نصليو معاهم صلاة الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا للجماعة. تنشكرو سيدنا تنشكرو سيدنا سيدي محمد السادس على هاد الثقة اللي داير فينا سيدنا تنحبوه سيدنا تنحبوه وعزيز علينا وهما الروح ديالنا متعلقة بسيدنا الله يحفظو لينا ويخليه لينا ويخلي الخدام ديالو الخدام الأحداب الشريفة كلهم بخير وعلى خير سيدي مولاي الحسن الولي العهد الله يحفظو وينور عقلو ويخليه لينا الأميرة لالة خديجة الله يحفظها وينصرها لينا ويخليها لينا سيدنا مولاي رشيد الله يعلي درجته
الله يخليه لينا، الله يجيبو مع سيدنا السواق، الله يجمع الأخوة. بغينا الله العلي القادر فين ما كان شي عين الحسد ما تدور بينا تمشي بحالها. حنا نداو النشاط ونداو عاش الملك عاش الملك. والآن من هذا المنبر ومن هذه القافلة تاع عاشوراء اللي حنا الحمد لله بمناسبة عيد المسيرة تنحتفلوا نتركا حنا بعيد المسيره، وغادي نختتموها ان شاء الله في مدينه العيون، وغادي نطيبوا اكبر طنجيه في مدينه العيون ان شاء الله بالطاقه الشمسيه وضد تلوث البيئه اللي سيدنا توصينا على تلوث البيئه باش ما يبقاش عندنا. وحنا رحنا رحنا الاشاره تاع سيدنا. والان غادي نقول لكم واحد القصيده اعزمها انتي هي عاش سيدي محمد السادس. سيدي محمد السادس يا مفرح وعراس مولاي الحسن ولي العهد فرحانه به جميع الناس. سيدي محمد السادس يا مفرح وعراس شمال شرق غرب وجنوب فرحانه به جميع الناس. ملكنا وحبيبنا لجنه القدس رئيس قبر مطول جميع المجالس يعين العزازه وتلاميذ المدارس العز والنصر سيدي محمد السادس. ضد الفقر والجهل والظلم والافلاس في مصالح شعبو بيت مناعس للعدل والسلام والصفا بين الناس. حدو يا ربي انت الله رب الناس مذهب الباس طلبوا من الله العلي يعيش ما يشوف تعكاس يبقى المغرب كل ورود وراس والله يحفظو ويحجبو من عين الناس ويعيش في العالم ديما مرفوع الراس. والصحراء مغربيه وكاملين مغربيه وكاملين احساس عليا يهتفوا بصوات قويه عسى سيدي محمد السادس عسى سيدي محمد السادس. راه مراكش يا سيدي وكله فرحين مراكش يا سيدي وكل تفبيك مراكش يا سيدي وكل تفبيك بقدومك يا مالك يا محمد السادس الله يحفظك بقدومك يا حبيبنا محمد السادس الله يحفظك راه مراكش يا سيدي وكل فرحين مراكش فرحان كيغني بالحال يهتم حياة السلطان يهتم حياة السلطان مراكش فرحان كيغني بالحال يهتم حياة السلطان يهتم حياة السلطان وطيار على الشجر وقالوا كلهم وراه الدهش شناب قدام اشبناب يا العزيز الغالي يا العزيز الغالي راه مراكش يا سيدي كله فرحان يا مراكش يا سيدي كله فرحان شوف قناة تي في بانر عالي الله هبابة وهبابة والعالي الله تي في بانر أبونا معانا والعالي الله هبابة وهبابة والعالي الله أديريتكم وعزاتكم العاطي الله هبابة وهبابة والعالي الله إكسكيز مي إكسكيز مي وجهنا وزفة إكسكيز مي إكسكيز مي وجهنا وزفة أنت تخوى 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 17 17 6 15 14 13 12 11 10 excusez-moi Ah,
Yeah.
جاب لك الهواء قسمه. والمجالس المنتخبة ورجال الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وإلى السنة المقبلة إن شاء الله. كما نغتنم هذه المناسبة لتجديد الولاء الدائم والتعلق المتين بأهداف العرش الكريم تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله، إمضاء رئيس جمعية خاتم الأعتاب الشريفة عبد الرحيم ظني.